يوميت سياسي من مقر الحزب المسار والذي تحصل كحزب التجديد نجم نقوله سابقا الموجود في شارع الحرية مع سمير طيب. التونسي ما عرفناش، لكن التونسي لما مشوا انتخابات وأطراف أخرى اللي عندها الإمكانيات المادية وعندها الإمكانيات اللوجستية وعندها الجوامع يخرجوا فيك أنك مش تخسر. وقت اللي في الجوامع يذكروا بأسماءنا يقول فلان الفلاني راهو بيه وعليه وكافر ودرشنو ودرشنو وحداثي واللي حداثي سبه ولايك يسبه وعلماني يسبه. إذا فما ناس اعتبروهم رموز فساد حلوا لهم ملفاتهم وحاكموهم وما يجي ضدكم حتى حد، بل بالعكس. الحوار الحوار الحوار. وقت اللي الحكومة تلمنا حول طاولة ونطرحوا المشاكل مع بعضنا تو تشوفوا المعارضة اللي تقدم الحلول وقال قريبا سنتخذ المبادرة. ما اختيش قريبا دي العام تاعكم وفاء وانت ها وانتم رافضين الحوار. الحكومة تحب تمر الصورة ان المعارضة هي متاع احتجاج مش بتاع مقترحات. انا ماذا بيا الحكومة هذه تنجح؟ حتى حد ما ينجم يراهن على فشل الحكومة. يا اخي فشل الحكومة فشل شكون؟ فشلنا نحن. قبيلة قلت لك أنا أداء الحكومة يضعف المعارضة تضعف بالضرورة.